تحتاج المنطقة العربية حتى عام 2030 إلى تمويل يزيد عن 570 مليار دولار من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ. هذا بعض ما جاء في تقرير جديد أصدرته الإسكوا تحت عنوان الاحتياجات والتدفقات المتعلقة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية. وحثت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي على تطوير الاستراتيجيات والقدرات الوطنية للاستفادة من التمويل الدولي المتاح في الصناديق المناخية. عقدت اللجنة الإحصائية في الإسكوا دورتها 15 في بيروت، واستعرضت التقدم في الأنشطة الإحصائية في الدول الأعضاء وتلك التي قامت بها الأمانة التنفيذية للإسكوا منذ دورتها السابقة. في إطار الدعم الفني المقدم للدول الأعضاء، نظمت الإسكوا ورشة عمل وطنية حول أداة محاكاة السياسات التجارية العربية في تونس، وتخلل الورشة تدريب صانعي السياسات التجارية الوطنية على استخدام الواجهة في وضع سيناريوهات بديلة للسياسة التجارية واستخراج النتائج وتحليلها. تابعوا المزيد على قناة الإسكوا على يوتيوب وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.